الزميل حمد بن محمد الزعبي وايضا لمطلق بن علي العنزي ويزيد الجهني. ايها الاعزاء، انطلق الشوط الثالث للقاء البكار، وهذا هو خامس اشواط مجموع الفترة الصباحية لهذا اليوم. يتبقى بعد هذا الشوط 20 شوطا ستكون حافلة بالتنافس والإثارة والندية. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول وتسيطر في هذه اللحظات على صدارة المنطلقين والمتقدمين والمذاعين الظبي حسن بن حمد بن راشد النعيمي على مقدمة الشوط وفي المركز الأول، وتنفرد انفراد ممتاز للغاية. ننتقل إلى المركز الثاني اللي على الكادر التحتاني، هنا زاهية لراشد بن علي بن رشيد الاكتبي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث اللي تتقدم في هذه اللحظات هنا متابعين الأعزاء ذباحة لمحمد بن سالم النابت المري، وانتقلت بشعار محمد بن سالم إلى المركز الثاني. المركز الرابع مشاهدين الأعزاء يبدو بأنه شعار سعد بن عنزام بخاتم النعيمي من خلال الشعار واسمها نجوى على المركز الرابع، ودخول دخول دخول عليها وتسلل من شعار محمد بن زايد بن خلفان المنصوري من خلال الشعار نوف ولا مروة، احدى المشاركتين المسجلتين باسم هذا الشعار. ايها الاعزاء، يا سلام، هنا متابعينا الكرام حفلنا الكريم، ما زالت الاشواط تتواصل وتتوالى على والنداء ايضا يتواصل، واصل ندائي للمركز الخامس ومن تحتل المركز الخامس. هنا القدوم من مزاحه لحمد بن عبيد بن الحيمر المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا إلى عزال الخمسة المراكز المتقدمة الأولى، ولكن الظبي 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 حسن بن حمد بن راشد النعيمي أحد أقطاب هذه الرياضة العربية الأصيلة، ومن المحاربين القدامى في هذا المجال والمضمرين والملاك المميزين حسن بن حمد بن راشد النعيمي. إذن والسلام، إن فازت فسيتجه على الهواء مباشرة إلى منطقة نعيم ومن يسكنونها وقاطنينها في هذا اليوم. الله الله الله، حسن بن حمد بن راشد النعيمي انضم لحمدان الرشيدي. يلا يا حمدان، إذا هبت رياحك فاقتنمها، فعقب كل خافقة سكوني، ولا تنسى من الإحسان فيها فما تدري السكون متى يكون. الله، حسن بن حمد بن راشد النعيمي على المركز الأول، وراعي راهية وراعي غيرها وغيرها وغيرها. الله يا أبو حمد، الله يا أبو حمد على انطلاقة الظبي، ذكرتني براهية الظبي اللي على المركز الأول، وتنفرد انفراد ممتاز، وبنسميها على راهية ولا بنذكر راهية في كل نداء. الله، المركز الثاني وهي راهية، والله أنها تستاهل الاسم يا حسن لأنها راهية على الشوط ومتقدمة تقدم ممتاز. المركز الثاني القدوم الخطير نوف 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 ومحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، ولكن تغيير على المركز الثاني من خلال مزاحة لحمد بن عبيد بن الحيمر المري اللي تنتقل للمركز الثاني، ولكن عادت نوف ومعركة مشاهدينا الأعزاء على المركز الثاني. ايضا تدخل واختراق في هذه اللحظات خيره فريج بن راشد الحويطي احد ابناء تبوك من شمال المملكه العربيه السعوديه الشقيقه القادمين للمشاركه، وايضا المعروفين بسلالات النادره والمميزه التبوك مع المركز الثاني، والحويطي يتابعها بالتضمير والمتابعه، كل التوفيق الحويطي. المركز الثالث ايها الاعزاء، هنا القدوم مزاحه لحمد بن عبيد بن الحيمر المري. المركز الرابع نوف نوف لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وخامس المراكز كنز لجار الله بن جهويل المري. تتدخل كنز على المركز الخامس، أعود إلى راهية ولا هذه اسمها الظبي 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 مشاهدين الأعزاء بشعار راهية، وشعار أيضا العديد والعديد من الهجن التي مثلت هذا الشعار الكيلو مترين الأخيرين، وأرى السيل القادم والجارف من الشعارات. الله الله الله، اختلط الحابل بالنابل، أرى الزحف والتقدم بقيادة خيرة، والخيرة في والخير فيما اختاره الله يرعي خيرة. هل تبوك قادمين على المركز الثاني وغيرت خيرة 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 تخطف مشاهدينا الأعزاء المركز الأول والعصا قوس. يا سلام، الله يا خيرة 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 خيرة. المركز الثاني القدوم والهجوم، أول نداء لغزوة غزوة
غزوة غزت غزوة غزا بالراية سعيد بن صالح بالراية المري على المركز الثاني المركز الثالث مزاحة لحمد بن عبيد بالحيمر المري المركز الثالث نوف 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 محمد بن زايد بن خلفان المنصوري والشعار الخطير شعار الرموز والدروع والذهب وهل الغربية على المركز الثالث المركز الرابع واللي غيرت وانتقلت إلى المركز الثالث الشاهينية لسهيل بن غانم بن حميد النعيمي وأشاهد مشاهدينا الأعزاء شعارات تتقدم ولكن غزوة 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 1200 متر تشن الغارة والغزو على صدارة الشوط وعلى خط النهاية غزوة مشاهدينا إلى عزال سعيد بن صالح بالراية غزت غزوة وأيضا يا راعي غزوة أشوف غزو أشوف غزو على المركز الثاني قادم بقيادة الشاهينية لسهيل بن غانم النعيمي قادمة يا سلام وأيضا شعارها للغربية مروة قادمة وكل قادم آتي يا أخوي لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري دخلنا الكيلو الأخير وصالت المغادرون يا سلام يا سلام إذن احتمى وطيس الشوط ثارت المعركة مشاهدينا الأعزاء انطلقت 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 الشاهينية سلالة شاهين والشاهينية على المركز الأول يا سلام طارت اللقاية طارت اللقاية إلى خط النهاية مروة 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 هل الغربية قادمين وأيضا نشاهد على المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء من تتقدم في هذه اللحظات أيضا شعار جر الله بن جهوي القادم مع كنز الكنز الغالي والنفيس كنز 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 يا سلام قلب الأسد القطري مشاهدينا الأعزاء قادم وأيضا هنا قدوم قدوم من شرف راشد بن حمد بن حلفان ما زالت الأمور مع الشاهينية واللحظات الأخيرة 2400 متر الشاهينية ولكن كنز ولكن كنز والشاهينية انطلقت الشاهينية وانطلقت كنز جر الله بن جهوي على المركز الثاني مع كنز ولكن الشاهينية غير في هذا الشوط الشاهينية تصر لسهيل بن غانم بن حميد النعيمي سلام الشاهينية سلام سلام الشاهينية سلام طارت طارت إلى من إلى إلى خط النهاية من المدرج إلى خط النهاية يا سلام يا بوي يا الشاهينية يا سلام سلام الشاهينية سلام سلامي عليك يا راعي الشاهينية تهانينا لسهيل بن غانم بن حميد النعيمي على هذا الفوز المستحق على هذا الانطلاق الصاروخي كنز على المركز الثاني اللي جار الله بن حمد بن جهويل المري المركز الثالث شرف لراشد بن حمد بن حلفان المركز الرابع مروة لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري المركز المركز الخامس كان مع خيرة لفريد بن راشد الحويطي تهانينا وناموس الفائزين تهانينا لمالك الشاهينية من أصرت وأبدعت وأمتعت في هذا الشوط الشاهينية لسهيل بن غانم بن حميد النعيمي توقيت الشاهينية توقيت ممتاز 7:50 60 جزء من الثانية تهانينا وناموس لسهيل بن غانم بن حميد النعيمي المركز الثاني المركز الثاني كان مع كنز وتوقيت كنز 7:54 42 جزء من الثانية تهانينا لمالك كنز من قدمت عرض ممتاز جار الله بن جهويل المري تهانينا والفوز هالميدان البصير ممثل البصير ابو حمد المركز الثالث كان مع شرف وتوقيتها 7:56 58 جزء من الثانية تهانينا والناموس لمالك شرف راشد بن حمد بن حلفان المري بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحفل الكريم